بص يا عم الحاج، قبل ما اقول لك الحدوته بتبدا والحبشتكنات دي كلها جايه، اقول لك انت بتطلب مني انمي كتير، فانا عبال ما اظبطك في الانميات كده روح يا عم الحاج اتفرج على قناه انمي في كلمه ونص. يعني بص مش هنتكلم كتير بقى، مش هقول لك في كلمتين في ثلاثه في سطر في اتنين، لا هو في كلمه ونص كده هتروح يا عم الحاج تتفرج عليهم والدنيا هتبقى لذيذه لذيذه كده فاهم، وبيعملوا لك برده شويه انميات وكرتونات وحاجات. بص مظبطينك مظبطينك. المهم يلا بينا الحدوته يا عم الحاج بتكمل، وشفت ما اتاخرتش عليك اهو. بص الحدوته بتكمل على طول. المهم يا عم الحاج بنشوف ان لوثيرا بتفتكر بقى ذكرياتها مع اخوها وهي صغيره وهو بيتدرب، وبتبقى هي عايزه انها تكون محاربه شاطره زيه. وبعد كده عم الحاج بتفهم من ذكرياتها دي لما بيكون عمك بوب يهدف عليها شويه رمله كده، بعد كده بتقول بطل هبل يا ابني والنبي عشان ورانا مهمه عايزين نخلصها ومش ناقصه امك عمسه. المهم الصحاب بعد كده بنشوف ان لسه الراجل اللي بيطارد بوب ده موجود عند البنت الصغيره وبيسالها عن مكانه، فالبنت بتدي له خريطه كده يمشي وراها. بعد كده ابو الصحاب بنشوف بوب لوثيرا وبيكونوا لسه في الصحراء عم الحاج وتعبانين جدا بسبب الحر والجوع والعطش، ولكن لوثيرا برده بتقاوح مع نفسها عشان تكمل وبتفتكر ذكرياتها مع اخوها. دي كانت ايام والله جميله، احلى ايام يا جميل. المهم يا عم الحاج بيفضلوا ماشيين كده لحد لما بيلاقوا زرع يا عم الحاج فيه ميه فبيشربوا منه. بعد كده بيكملوا في طريقهم وعمك بوب يفضل يقول ليها ابوس ايد امك، ريحي بقى شويه بقى تعبنا بقى في ايه، الله انت مش شايفه الكرش ده كله ده محتاج راحه. وطبعا هي على كلمه واحده مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا وحياه امي ما انا واخده راحه. المهم بتصمم انها تكمل طريقها ده يا عم الحاج وبيبقوا تعبانين جدا، وبتشوف بقى ان فوريكا وكلاوس بيراقبوا الراجل اللي كان بيتبع بوده عشان هم عايزين يعرفوا منه مكانهم، يعني فين لما وصف الكلمه عادي راحوا فين، وبرضه في نفس الوقت هم يخلصوا عليهم هم كمان. وبيبقى عم الحاج في اخر يوم الواد بو والبت لوثيرا تعبانين جدا وبيقرروا كده ان هم يناموا شويه ويصحوا تاني يوم نكمل ام الفرهاده دي اللي انا تعبت فيها معاكم. المهم بعد كده ابو الصحاب بتبص البت لوثيرا في الخريطه كده وبتلاقي ان كل حاجه فيها مظبوطه، بس هم مش لاقيين المدينه نفسها اللي هم رايحينها لما وصف الكلمه هي فين المدينه يعني. المهم ابو الصحاب بيفضلوا يدوروا لحد لما بيلاقوا بحيره كده في وسط الصحراء الجرداء التي لا زرع بها ولا ماء، وبيبقى عم الحاج فوريكا وكلاوس الراجل اللي هم كانوا بيراقبوه ده قفشهم، فكان عايز ان هو يخلص عليهم اصلا، ولكن كلاوس بيقول له ان احنا نعمل اتفاق ابو الصحاب ودي مع بعضينا كده، احنا يا ابو الصحاب نلاقي الاثنين ان احنا بندور عليهم مع بعض وناخد الخريطه ونوصل للمدينه، فبص هنساعدك وانت تساعدنا يعني. وبنشوف يا عم الحاج ان بو لوثيرا عاملين بقى يلف حوالين البركه دي لحد لما بيطلع عليهم وحش كبير فشخله كده من الصخر وبيحاول ان هو يقتلهم، وبيبقوا عم الحاج فاكرين ان هو بيحرس المدينه، ولكن عمك بو بيقول ان هو مش بيحرسها، ده هو ذات نفسه المدينه اساسا، يعني انت مش واخده بالك ولا ايه؟ المهم يا عم الحاج بينط كده ببقه بتروح البت لوثيرا عشان تلحقه بتنطيها كمان، وفعلا بتلاقي ان هي مع بو جوه المدينه اللي هم كانوا بيدوروا عليها، يعني المدينه دي تقريبا في امعاء الوحش ده. طب انت لو عايز تخرج من المدينه تخرج منين؟ انا مش عايز اتخيل الموضوع ده، هم يخرجوا منين من المدينه، بس ما لناش دعوه. المهم ابو الصحاب بيفضلوا يتمشوا في المدينه شويه وبيلاقوا الكرباج اللي هم كانوا بيدوروا عليه، ولما البت لوثيرا بتسحبه بيلاقوا كده قرده طلعت لهم وكانت بتحرس الكرباج. يلا يا قرده. المهم يعني هي بتبقى على قدها اساسا وعجوزه ومش قادره انها تتحرك يعني وكعبها مكحكحه خالص. المهم بتقول لهم بصوا انتوا جايين تسرقوا الكرباج وكده كده مش هتعرفوا اصلا تخرجوا من هنا، ولا انا حتى عشان المكان اساسا ملوش مخرج. ازاي يا حاجه ملوش مخرج؟ يعني معلش الكلمه انا مش عايز اقول الكلام ده، بس هو اكيد ليه مخرج، يعني انا عارف ان المخرج بس مش عايز اتكلم. المهم ابو الصحاب بيتمشوا شويه مع القرده دي وبيعرفوا انها حرست الكرباج طول عمرها وبتبقى عيني ست طيبه جدا وعايزه تعمل لهم شاي، فبنت الاسره بتفهمها بقى هي هنا ليه، فالقرده بتقول لهم على ان في مكان كده ممكن يخرجوا منه بس ما حدش استخدمه من سنين كتير. المهم ابو الصحاب بيبقوا الشله اللي بتدور عليهم دي لسه في سكتهم، بيبقى عمك بو لوثيرا قرروا ان هم يخرجوا بالست دي من هنا عشان يعني ايه لما تشوفهم ان هم هيعرفوا يخرجوا كده فتعرف ان هم محاربين مش اي كلام يعني وتديهم الكرباج. المهم ابو الصحاب بعد كده بقى في حبل كده المفروض يعدوا بيه من مكان معين، فبتقوم جايه نطه البت لوثيرا كده هي والقرده وعمك بو بيجي ينط بيقع، يعني هو تختوخه اساسا. المهم بيفضل يفتكر طفولته لحد لما البت لوثيرا بتجيله وبيبقوا واقعين في وسط هياكل عظميه وفجاه يا مؤمن شوف فجاه ازاي الهياكل العظميه دي بتقوم تتحرك. المهم عبد الحاج بيفضل يتقاتلوا مع الهياكل العظميه دي، وبعد لما بيهزموها واضح كده ان القرده اللي كانت بتحرس الكرباج دي شافتهم وعرفت ان هم محاربين جديرين يعني انها تدي لهم الكرباج ده على باخرتهم. المهم ابو الصحاب بتديه لهم وبتدعي لهم ان هم يعرفوا يخرجوا من هنا، وبعد كده ابو الصحاب بيشوف الثلاثه التانيين دول واللي هو يعني الراجل اللي كان بيدور على ابوه والمش عارف ايه والبت فريكا والواد كلاوس يعني بيدوروا على ابوه كلهم. المهم يعني بيعرف في الاخر الراجل ده ان اللي معاه دول صحراء اساسا، فبيبدا ان هو يقاتلهم، وبعد كده بتخرج البت لوثيرا والقرده والواد بو بيتحبس جوه، بيفضل بقى يتخيل ابوه وهو بيقول له ان هو هيقدر يخرج من هنا وان هو اساسا معاه قوه في صباعه اقوى من اللي مع الناس كلها. هو هنا قصده على صباع جوانتي ابو دماغ وحشه ماشي مظبوطش على صباع تاني. المهم يا عم الحاج بنشوف بقى ان البت لوثيرا عرفت ان القرده اللي معاها دي مش حارسه ولا حاجه وانها اساسا حراميه وضحكت عليهم وان الكرباج الحي ده معاها، وتبدا بقى ايه انها تتقاتل مع ان هي في الاخر غفلتهم. وانا اللي قلت عليك قرده طيبه طلعت قرده حمراء. المهم ابو الصحاب في الوقت ده بوبي يكون استخدم الصباع بتاعه ده عشان ايه يخليه يقدر ان هو يخرج، وفي نفس الوقت يا عم الحاج فوريكا وكلاوس بينجو من الراجل اللي كان بيقاتلهم ده عشان يعني فوريكا كانت لابسه جوانتي، وبتبقى برده في نفس الوقت القرده بت القرده دي هربت
خدت من لوثيرا وهربت من بوق بالكرباج اللي معاها. بعد كده بنشوف فوركي عم الحاج جات تفتكر ذكرياتها مع امها اللي كانت ملكه وكانت بتجيب لها شويه ميه ملكيه كده عشان تشربها. مش فاهم انا ايه الفرق ما بين الميه الملكيه والميه المعدنيه والميه من الحنفيه، انا مش فاهم انا ايه الفرق، ما كلهم ميه وفي الاخر كده كده بنشربهم وعارفين بنوديهم فين في الاخر، مش عايزين نتكلم السفن يشهد. بعد كده بالصحاب بنرجع تاني فوركي وكلاوس بيهم ماشيين في الغابه وتعبانين جدا من الارهاق اللي هم فيه ده. وبتبقى عم الحاج في الوقت ده البنت لوثيرا بتقول لبو ان هم لازم يستخدموا الابهام بتاعه ده في ان هم يجيبوا كلاوس فوركا لحد عندهم. فبتبقى فوركا قفشت واحده كده في الوقت ده وبتسالها عن الدكتور بتاع المدينه اللي هي منها يعني عشان كلاوس تعبان جدا، فبتاخدهم معاه في المدينه اللي هي منها والناس اللي في المدينه بيقرروا ان هم يساعدوهم. بس يا عم الحاج بيدوهم مخدر في مشروب كده وياخدوا من فوركا القفاز وبيحبسوهم وبيبقوا عايزين ان هم ياكلوهم اساسا. وبيبقى عمك بول بنت لوثيرا في الوقت ده عم الحاج بيتدرب وبتبقى لوثيرا حلمها انها تخلص على فوركا وكلاوس عشان هم قتلوا اخوها اساسا زي ما احنا عارفين يعني. وبنشوف يا عم الحاج ان الجماعه اللي هياكلوا فوركا وكلاوس دول بياخدوا كلاوس عشان يسووه على نار هاديه كده وياكلوه. بتفتكر يا عم الحاج عبتك فوركا زمان لما كانت اتحبست 15 سنه وجالها الواد كلاوس ده وانقذها، فبتستعيد كده قوتها وبتقوم عشان تنقذ اخوها، فبتروح وبتقدر انها تنقذه فعلا وبتستخدم القفاز، فالابهام بتاع عمك بو بيسحبوا ليهم. انت فاكر انت لما بيستخدموا حته من القفاز التاني بيتسحب له. المهم بالصحافه بياخد في ايده البت لوثيرا كده بالمره وبيروحوا على هناك، وبيفضلوا بقى يا عم الحاج يقتلوا فيهم لحد لما بيمسكوهم. طبعا بيبقوا فرحانين جدا هي وابوه يعني صباح الفل اخيرا مسكناهم. المهم بالصحاب بنشوف ان الامبراطور جاب ابو بو عشان يعترف له على ابنه بقى ويقول له مكانه، ولكن هو مش بيوافق فبيقوم جاي حبسه. بعد كده بنشوف القرده اللي كان معاه الكرباج وصلت الامبراطور، فبتبقى عم الحاج لوثيرا ادت لابوه القفاز وعايزاه ان هو يمشي، ولكن هو بيصمم ان هو يساعدها فبتوافق يعني الحمد لله اخيرا ما بت ايه ما بتزودش ابونا وتقعد بقى تقول لك لا او مش لا او مش عارف ايه، فبتوافق من اول مره والحمد لله. المهم عم الحاج القرده بتكون عند الامبراطور وعايزه مقابل انها تدي له الكرباج ده، وان هي عايزه ايه نص كروز السين كلها مقابل الكرباج. طبعا هو ما كانش مصدق ان هو الكرباج معاها اساسا، ولكن لما بيشوف يا عم الحاج القوه بتاعه الكرباج ده بيوافق على طول، يعني كده كده نص كنوز السين ممكن نرجعها تاني ولكن الكرباج السوداني ده لا يعوض. المهم بعد كده بنشوف بول اسرى وهم واخدين كلاوس وفوريكا وبيروحوا يا عم الحاج ياخدوا مركب كده عشان يكملوا في طريقهم. وبنشوف يا عم الحاج هم في المركب دي وصلوا مهرجان كده في الصين وبيقعدوا ياكلوا ويريحوا شويه لحد لما كلاوس وفوريكا بينادوا على الحراس وبيقولوا لهم الحقونا يا عالم احنا مخطوفين يا هو. والحراس طبعا بيصدقوهم كده كده اصل الواد بو اصلا يعني على دماغه امه فاهم انت يعني مطلوب للقبض عليه. المهم يا عم الحاج الواد بو والبت لوثا بيحصل كده مطارد ما بينهم وبين الحراس دول لحد لما بيقدروا ان هم يهربوا وبياخدوا معاهم فوريكا وكلاوس وبيكملوا طريقهم. المهم هم ماشيين بالليل كده فوريكا قوتها بتكبر لما القمر بيطلع ما تفهمش الذئبه دي ولا ايه. المهم يا عم الحاج بتقدر انها تنزل فروع شجر كده وبتكتفهم وبتاخد القفاز وبيعرفوا ان الكرباج مع القرده عند الامبراطور واخد بالك انت. المهم بيمشوا عشان يروح يجيب ام الكرباج ده، وبعد كده الواد بو والبت لوثا بيفكوا نفسهم عشان ايه يروحوا يلحقوهم. بنشوف بقى عم الحاج ان القرده دي بتضرب الحراس جوه عند الامبراطور عشان حست كده ان هو يقدر بيهم، فبتقوم جايه ايه ملسوع عليهم على مؤخرتهم. المهم يا عم الحاج بتفضل القرده تدمر في المكان لحد لما في الاخر يعني برضو الامبراطور بياخد الكرباج منها ويقوم جاي حابس عشان انت قرده بنت قرده طبعا. المهم يا عم الحاج بنشوف بقى بو لوثرا وصلوا القصر بتاع الامبراطور، فالامبراطور بيخلي الحرس بتوعه يمسكوه، فعمك بو بيفضل يحكي ليه على كل حاجه من الاول وان هم جايين عشان يحموه الكلام ده كله. فالامبراطور بيقول له طيب اصدقك ازاي يعني ها؟ فبو بيقول له ما تصدقنيش انا مش عايزك تصدقني خالص، ولكن صدق لوثرا انها فارسه مبعوثه من انجلترا اساسا عشان تنقذك يعني. ففجاه يا عم الحاج بيدخل عليهم الراجل اللي كان عايز يقتل بو ده، وبيقول يا عم الحاج ان البنت لوثرا دي اساسا طلعت مش فارس والراجل ده طلع هو اللي فارس وان الملكه هي اللي بعتاه عشان يقبض عليها اصلا، وهو اساسا معاه ميثاق بالكلام ده، وبيقول انها اساسا كانت بنت حراميه وصارت الدرع اللي معاها ده. المهم بيبقى عمك بو مصدوم جدا من اللي سمعه، زي ما انا مصدوم يا صديقي هالحين، انا مصدوم انا مصدوم. المهم عمك بو الحراس بياخدوه وبيحبسوه. بعد كده بالصحاب بيشوف ابوه جوه وبنشوف بقى ان فارس انجلترا واخد البنت لوثيرا عشان تتحاكم واخد بالك انت. المهم نعرف انها جايه هنا عشان تنتقم لاخوها، فبتقول للفارس على فوركا وكلاوس وان هم هنا ومعاهم القفاز وبيدوروا على السلاح التاني عشان يدمروا به العالم يا عالم يا فبيفهم طبعا اللي حصل بقى، بس بيقول لها ان دي مش مهمتي واحنا لازم نمشي من هنا. فبتقول له لا لا ما ينفعش يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده حبيبي، احنا لازم ارجع انا لازم ارجع الحين. المهم عم الحاج بتضربه بتفك نفسها وبتبدا بقى ايه انها تتقاتل معاه، وبيبقى عمك بو وابوه شافوا القرده محبوسه معاهم فبيقرروا ان هم يهربوا، وبيقدروا بقى ان هم يعملوا كده. وفي الوقت ده يا عم الحاج فوريكا وكلاوس بيوصل، وبيفضل يا عم الحاج برده البت لوثيرا والفيرس دول يضربوا في بعضيهم كده لحد لما في الاخر بتهزم. والله يسعد دينك يا زلمه. المهم يا عم الحاج بتربطه، ما مش عارف صراحه حتى ان هي بتتقال ازاي بالسوري بنت، بس انا بقول زلمه وخلاص ما علينا ولد مش بنت كده كده المساواه بتظبط الدنيا. المهم يا عم الحاج يعني هي بعد ما بتهزمه بتربطه في شجره كده وبترجع تاني عشان تكمل انتقامها، وبيبقى عمك بو وابوه عاملين يقاتلوا كده فوريكا وكلاوس، والقرده دي يا عم الحاج بتطلع هي والامبراطور على السطح بتاع
القصر عشان هي اخذت الكرباج وهو عايز ان هو يلحقها، ولكن يا صديقي بتقدر والحمد لله انها تهرب. بتوصل بعد كده عم الحاج لوثر بتلاقي ان بو فريكا ضربوا بعض ضربه كده بالقفاز عملت قوه رهيبه عجيبه مريبه، وبتهرب هي واخوها بعد كده البت فريكا وتلوث دول. المهم يا عم الحاج بعد كده بيطردوا القرد اللي معاه الكرباج الامبراطور بارد ومكمل ولاها مطارده، فاخد بالك انت يعني الناس كلها عماله تجري ورا بعضيهم ماراثون يا عم الحاج ماراثون. المهم بتدخل لوثر البو بيبقى مصاب في دراعه اساسا، وبيكون ابوه معاه وبيبقى عمك بو مش طايق امها نهائيا يعني صراحه الواد عنده حق يعني. المهم بيسالها ليه كده. المهم يا عم الحاج هي بتقول له ان اليوم اللي اخوها مات فيه ده كان بسببها اساسا، عشان هي ما سمعتش الكلام وكانت المفروض تفضل في البيت، بس هي ما فضلتش في البيت وراحت وراه في المهمه بتاعت القبض على فوريكا وكلاوس، ولكنهم يا عم الحاج قتلوه قدام عينيها. طبعا ده كان بسبب غلطتها وهي مش هتسامح نفسها ابدا غير لما تنتقم منهم لاخوها. طن 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 بيقع. المهم ابو الصحاب عمك بو قلبه طيب وحنين وبيهديها كده وبيقول لها انت كنت مجرد طفله يعني سهل بالله كده ما تخنقيش ابونا معاكي. المهم بيقول لها خلاص يلا بينا كده ايه عشان نكمل المهمه ويتوكلوا على الله. بيروح يا عم الحاج وبياخدوا قنفذه كده كانت محبوسه معاهم، ويلقى الراجل اللي كان بيحرس السجناء دول ربط كلبشات في ايد بو، فعمك بو بيقول له انت اللي اخترت كده بقى انت اللي كان يعني نفسك. وبيركبوا يا عم الحاج عربيات عشان يلحقوا الامبراطور وكلاوس وفوريكا والقرد، واخد بالك احنا بنجري كميه ورا الناس ازاي. وطبعا دلوقتي الراجل اللي هو الفارس بتاع انجلترا ده هيجي يجرنا ما تقلقش يعني. المهم يا عم الحاج الحارس اللي كان رابط ايده في ايد بو ده اساسا بقى مدلدل كده من جوه العربيه اللي هو تستاهل انت اللي عاجبك الله عايز ايه بقى. المهم ابو الصحاب بيحصل مطارده كبيره في اخرها العربيات كلها بتقع، وبيقف عمك بو لوثر فوريكا وكلاوس وبيعرفوا منهم ان الاسلحه دي هي قفاز وكرباج ودرعين وخوذه وترابستين بينج وعصايه بلياردو. هتقولي طب هنعمل ايه بالبينج واحنا معانا عصايه بلياردو؟ اقول لك مش عارف، ممكن نضرب بيه كوره او نخزوه بيه صحابنا مش عارف يعني. المهم ابو الصحاب ان الاسلحه دي كانت معموله عشان يحبسوا فيها الارواح الشريره، واحنا بقى ابو الصحاب لما نجمع ان شاء الله القفاز والدرعين والخوذه هنطلع كل الارواح الشريره اللي جواها وندمر العالم. هم اكيد ما ضحكوش الضحك الهبله دي بس انا ايه اندمجت شويه. المهم يا صديقي بعد قتال عنيف جدا ما بين الاربعه بالقفاز والكرباج بيحصل انفجار كبير. المهم بعد كده لما بيفوق يا عم الحاج بيلاقوا ان فوريكا وكلاوس هربوا بالقفاز وبالكرباج. واحنا خدنا خازو تقريبا. المهم ابو الصحاب لما بيحاولوا ان هم يلحقوهم مش بيعرفوا، فعمك بو بيبقى حزين كده وزعلان، ولكن بتيجي البت روسرا وبتحضنه وبتشكره على كل اللي هو عامله معاها. وبيلاقوا ابو الصحاب كده ان القرده معاها الكرباج اساسا. ده انت قرده بنت 60 جزمه والله العظيم، ولكن كويس ان انت فضلت معاك الكرباج. وطلع اساسا ان الكرباج اللي كان مع فوريكا وكلاوس كان نسخه مزيفه. هي مغفلتيه بس قرده يعني. المهم ابو الصحاب بيقرروا اربعه بو وابو ولوثيرا والقرده ان هم يكملوا مهمتهم ويجمعوا باقي الاسلحه عشان ينقذوا العالم. وبكده يا صديقي يكون خلص الموسم الاول. وهنا يا صديقي قبل ما اقول لك توتا توتا خلصت الحدوته، فانت اكيد قاعد مستني الاغنيه. ايوه انا عارفك انت، انت بص والله العظيم ثلاثه بس. ماشي يا عم الحاج اسمع حاجه حاجه. نشا في حي فقير عامل في مطعم صغير، بالصدفه في يوم اصبح من المشاهير. بوم با با كام فو باندا دن درن دن 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 درن دن. المعلم شيف وكاد اكتشف قدراته، علمه اشياء تنمي مهاراته. كام فو باندا كام فو باندا باندا. تدرب وقاتل مع اروع المقاتلين، هرب معهم وحاز على لقب التنين. تن صحيح انا نسيت اقول لك توتا توتا خسر حدوته.